برضو نعرف رأي أحد النجوم الكبار في هذا الأمر وفي هذه المباراة. الحقيقة عندنا كلنا الحقيقة عندنا صدمة من هذا الأداء، لأننا كلنا كنا بنعتبر هذا الجيل واحد من أفضل، وحتى هذه اللحظة بالمناسبة أنا واحد من الناس اللي بيعتبروا هذا الجيل واحد من أفضل الأجيال اللي جات لمنتخبنا الوطني، وبالتالي هم يستحقوا أن يصلوا لأي مباراة نهائية في هذه البطولة تحديدا، ويستحقوا أن هم يكسبوا هذه البطولة، ولكن مش بالكلام ولكن بالفعل من خلال الملعب. خلينا نروح للنجم الكبير كابتن رضا شحاتة. يا كابتن رضا. كابتن اسلام ازيك حبيبي؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي زي الفل والله الحمد لله. الحمد لله يا كابتن الحمد لله. كيف رأيت المباراة النهاردة؟ حاجات مختلفة يعني فيها احاسيس مختلفة وتناقض كبير، ان انت عندك فرصة سهلة جدا ان انت تكسب الماتش 3 4 مستريح. معلش يا كابتن، ممكن ابدا بشكل مختلف؟ ممكن اسالك سؤال، ايه رايك في منتخب موزمبيق فنيا؟ هو عارف هو عايز ايه. برافو عليك، ولكنه اقل كتير جدا من منتخب مصر، عشان بس اصله انا بقول لك مش هياخد نقطتين، يعني مش هياخد نقط من حد بعد كده. هذا المنتخب ان انت تبقى منظم اقل فنيا واقل كل حاجه، بس منظم وانت عارف حدودك وامكانياتك وبتلعب في حدودها هتكسب وتاخد اللي انت عايزه. انما لما تبقى انت مش حاطط حدود ليك ومش حاطط نظام ومش عارف انت واقف فين والدنيا بالنسبه لك مفتحه من كل ناحيه، مش هتعرف تكسب. هو ده الفرق. ولكن اللقاء لما يبقى ماشي معايا ان انا اكسب الشوط الاول هدف بدري جدا نفسيا ومعنويا يركبك، وفعلا احنا نفسيا الفرقه ما تخافش عليه، الناس بتنقل والامور سهله جدا وده رايح وده جاي والدنيا سهله، دوس بقى اخلص اخلص بقى التاني وخلص اللقاء يخلص. لا انت سبت الماتش ماشي واحده واحده واحده، اتفاجئت ان انت مغلوب اتنين وعايز تكسب، طب عايز ادوس. ما انت خلاص الدوسه ما بتحصلش في الاخر، عدت في الاول عدت. الله ينور عليك انت راجل، احنا صح لعبنا كوره. حتى حته اللي بيتقال ان هو الحته اصل الرطوبه اصل اللي مش عارف ايه، لا معلش يا جماعه انتوا كلكم لعبتوا في افريقيا عارفين، هو مصطفى قال هذا الكلام الحقيقه، ولكن يعني كلنا بنلعب يا جماعه. طبعا انا بيني وبينك وانت عارف هذا الكلام وانا عارف هذا الكلام. ساحل العاج من البلاد اللي الرطوبه فيها مختلفه، في كينيا وساحل العاج واثيوبيا، الثلاث بلاد دول مختلفين تماما عن اي حاجه، اثيوبيا الاول وبعدين كينيا وبعدين ساحل العاج. ولكن ما انت لعبت يا مصطفى قبل كده كتير جدا مع نادي الزمالك، انت لعبت يا فلان مع نادي الزمالك، كلهم مع نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، يعني اقصد ان كلنا بنلعب في ساحل العاج يعني. بالظبط كده، ده اللي انا اقصده، ان احنا ما اتفاجئناش بالاجواء وما اتفاجئتش بالاكل مش هيبقى افضل حاجه والنوم مش هتبقى لا ده طبيعي حاجة. الحاجات دي منطقيه وطبيعيه وما اتفاجئناش بيها. ولكن احنا كلعيبه في اداره فنيه وفي اداره للعيبه نفسها، مالهاش علاقه بالاداره الفنيه، اللعيبه نفسها جوه الملعب ما خدتش المباراه ولا اداره المباراه بالشكل المطلوب. كيف تدير عقلك في هذه المباراه؟ برافو عليك. ان انا عندي 90 دقيقه صح؟ صح. انت ازاي تاخد ال 90 دقيقه وتقسمها ازاي عشان توصل باحسن نتيجه باقل مجهود؟ ده ما حصلش. احنا فضلنا باقل مجهود طول ال 90 دقيقه، حتى بعد ما دخل فينا الهدفين ما دوستناش برضه الدوسه اللي هي تكسبك. بالعكس الريتم برضه هادي، مش ده الريتم اللي انت تقدر تكسب بيه. فانت عندك مشاكل كتير جدا فنيه ومعنويه كانت ظاهره جدا في المنتخب، وماتش سهل جدا من ان انت بتقول الماتش سهل جدا نكسب 3 مستريح وتطلع تلعب الماتش اللي جاي وانت في افضل حال، لا انت دخلت نفسك في حزبه بيرما وفرحنا جدا ان احنا تعادلنا. تخيل احنا وصلنا لنيجي فين؟ الطموح راح منين لفين؟ تخيل احنا يعني كلنا كنا كل واحد فينا قاعد بيتفرج مع اصحابه او مع اهله، ما لما جبنا لما صلاح جاب ضربه الجزاء كلنا قمنا حضنا بعض وبوسنا بعض يعني على نقطه بقينا فرحانين بالنقطه. وهذا يعني لا انا عايز انا يا جماعه يعني نفسي من نبطل ان احنا نحط نفسنا في خانه نزلوا نفسنا ونقعد نفرفر بقى ونطلع وهنا ويلا ليه يا جماعه؟ الماتش سهل، ماتش سهل قوي كمان. وبعدين في ناس بتلعب مش بالجديه، يعني لازم يبقى في جديه يا جماعه طول الوقت، لازم يبقى في روح طول الوقت، ولازم يبقى في جماعه. احنا منتخب مصر معلش الناس بتقول لك مثلا ما بروحش الاستاد، انا معاك ممكن يكون الناس ما بتروحش الاستاد، بس تاكد ان ما فيش واحد قاعد في بيته مش متاثر وزعلان النهارده. الله طبعا يا جماعه انتوا بتتكلموا على احنا كتير قوي يا جماعه وبنزعل. بنتضايق، لعيب الكوره لازم يبقى عارف ان ده بيحصل حتى لو انت مش شايفني. وبيني وبينك لا صح لو انت كمان معلش نرجع فنيا شويه، لانه انا العشر دقائق الاولانيين دول بالنسبه لي انا جبت الجون وعندي فرصه تانية بعدها. لا ده انا عندي فرصه تانية وثالثه، خلص الماتش في نص ساعه وبعد كده ريح زي ما انا عايز.
انقل بقى وتحرك وخد واستهلك الفرقه اللي قدامك. في ميز خلي بالك احنا لازم اللعيبه، احنا لعيبه كوره لازم تبقى فاهم ان الماتش اللي جاي صعب. صعب جدا، ده مغلوبين واحد غانا، منتخب غانا مغلوب واحد. لو انا النهارده طلعت بمكسب وهدوء في اللعب مش محتاج اكسب، صح، فالبدني ده توفر للماتش اللي بعده. انت يا جماعه لازم، ما دي اداره الماتشات ورا بعض يا جماعه، ما دي البطوله. صحيح. انما تخسر كل مجهودك وتخسر كل تركيزك وتحط نفسك في خانه وحشه، كل دي حاجات مجهود هيقرفك بعد كده في الوقت. فانت لازم تبقى ذكي وانت بتدير الحاجات دي. مش حاجات انا شايف احنا بنحط نفسنا فيها ونرجع نشتكي بعد كده من الاجهاد، ونرجع نشتكي بقى من سوء الحظ والتوفيق. احنا الحمد لله يعني الحظ خدمنا النهارده، ضربه الجزاء في الاخر الوحيد اللي كان بيحاول مصطفى. صحيح. الوحيد. صحيح. والباقي كله الى حد ما، بس مصطفى الوحيد اللي بيحارب. لما يعني المجموعه كلها لا بيلعبوا من بعيد ومش دايسين يعني. فانا ده اللي انا شفته النهارده. احنا كلنا متفقين على فكره على هذا الكلام، يعني انا ما اتكلمتش مع كابتن رضا، ولكن كلنا متفقين. كابتن مختار ما اتكلمش مع كابتن رضا وما اتكلمش معايا، لكن كلنا متفقين على ايه؟ ان لعيبه منتخبنا الوطني النهارده فيهم عندهم حاجه مخلياهم بيلعبوا بالراحه خالص، بهدوء خالص، مع انهم مش كسبانين يا جماعه، ده واحنا خسرانين كمان. كلنا متفقين على ان مصطفى محمد هو نجم المباراه وهو الوحيد اللي كان بيحاول. كلنا متفقين ان محمد صلاح بعيد تماما عن هذه المباراه، مش موجود تماما في هذه المباراه. كلنا متفقين ان احنا بنحط نفسنا في حسبه بيرما بدري قوي، بدري قوي، ولا ايه يا كابتن رضا؟ لا، عشان كمان يا كابتن اسلام انت، احنا اتحطينا في المواقف دي وعارفين بالزبط. ان ده يعني خلي بالك احنا عارفين اللي جاي ايه بقى كمان. ما انت بتصعبها، ما النهارده الحاله اللي كانت حلوه والناس بتضحك وانت داخل المكسب، التمرين بيبقى عامل ازاي؟ فريش والناس بتضحك. انما دلوقتي قصه ثانيه، الشد بدا، يبقى في ضغوط من الميديا برضه. ما انا النهارده انا بهاجم، الناس كلها زعلانه فبتنتقد، الانتقاد ده اللعيب هيسمعه او هيشوفه، فيعمل ضغط على اللعيب. انت في غنى عن كل الدوشه دي، ان انت النهارده طالع ماتش سهل جدا جدا وتكسب وخلاص والموضوع هدي. انت فتحت على نفسك انتقادات وكلام لحد يوم اللقاء هتلاقي فيه انتقاد كبير جدا، فده اللعيبه هتاثر. على الرغم من انت كمان قبل الماتش ده وقبل ما تلعب اولى هذه المباراه، ان احنا الماتش اللي لعبناه النهارده، انا زي ما كنت بتكلم في بدايه كلامي يا كابتن رضا، معرفش حضرتك سمعت ولا لا، انه هذا الجيل من اللاعبين واحد من افضل الاجيال اللي موجوده. انا بشوف ان احنا عندنا منتخب متكامل بنسبه كبيره، مفيش حاجه متكامل طبعا، ولكن اقصد ان انت بنسبه كبيره جدا عندك اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا دفاعيا وهجوميا بشكل جيد، عندك مدير فني جيد، يتبقى التنفيذ جوه الملعب والروح اللي احنا ما شفناهاش النهارده. بص يا كابتن اسلام، انا شايف ان الفرقه او المنتخب بتاعنا عنده ميزه مهمه جدا. هو ما استغلهاش، اللي هي مثلثات في المنتخب متفاهمه وعندهم كوره عاليه جدا، في مثلثات كتيره جدا في الملعب. يعني هاني وصلاح وزيزو ده مثلث خطر جدا. عندك النني او مروان لما بيلعب مع الحجازي وعبد المنعم ده مثلث مهم جدا. عندك الناحيه الثانيه لما فتوح بيبقى موجود مع عبد فتحي او مع تريزيجيه ده مثلث مهم جدا. عندك مثلث تاني اللي هو تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى، مثلث جوه، دي مثلثات مهمه جدا، بس اللي بيبقوا عايزين تظهر وتتوهج. انما طول ما انت حاسس ان الموضوع عايز الموضوع، خلي بالك الجون بدري، احنا دي عندها خبرات، انا مش قادر اصدق ان هم ازاي صدقوا ان احنا خلاص الماتش الماتش خلص. قال لك الماتش خلص. انا شخصيا سيبك من، والله سيبك من اي حاجه، انت ازاي لعيب دولي في المنتخبات بقالك الفتره دي كلها ولعيب بتلعب في اوروبا وصدقت ان الماتش خلص بعد الجون الاولاني؟ انت فاهم فاهم الزعل فين؟ صح. ما ينفعش انت تدخل في الخانه دي، ما ينفعش. انت لعيبه كبيره يا جماعه، ما ينفعش انا جبت جون بدري فخلاص وفرصه بعدها خلاص نعمل ماتش سهل، احنا تك تك بنوصل السلام عليكم. صحيح. لا اخلصوا يا جماعه وما تدخلوش، خلص الماتش وبعد كده ريح زي ما انت عايز يا باشا. عيش بقى يعني عيش، وانا على فكره احنا بنتلكك والله، لان اي مكسب بنطلع السما بالناس كلها. ما احنا صح، بس برضه خلي بالك في حاجات في التشكيل برضه مش افضل حاجه. زي ايه؟ مروان ما ينفعش، مروان ما يبقاش موجود يعني النهارده. ملهاش علاقه، ماليش علاقه بقى بيلعب في يعني مكان مين يعني. كويس جدا، مفيش خلاف، انا من اكتر الناس اللي بحبها. ولكن في حالات يا كابتن اسلام انت عارف، في حالات مثلا يقول لك اسلام الشاطر النهارده بقى له ثلاث اربع ماتشات يومين، اليومين دول بتوع اسلام الشاطر. صح، فيكمل الثاني افضل يكمل. ده وقت اسلام، ده اللي انا اقصده يعني. النهارده مني وياسر لازم يبقوا مروان وياسر
وياسر لازم يبقوا موجودين يا جماعه. والله ما لها علاقه برضه عشان الناس تفهمش غلط، ما لهاش علاقه بالناس كانت وحشه، ولكن انا بقيس للفتره الاخيره اللي الاثنين دول كانوا عاليين جدا جدا، ما ينفعش خليهم خليهم يكملوا في العلو. برافو عليك. انا بص يا كابتن، انا النهارده بلعب، مش بلعب في نادي، انا بلعب منتخب. المنتخب بيختار لعيبته بناء على الفتره الاخيره للعيبه او حالتهم في الفتره الاخيره. وده ما حصلش. انت فاهم انا اقصد ايه؟ التوهج اللي كانوا فيه لازم تاخدهم من حاله التوهج دي يكملوا بالمنتخب فيه. انت سبتهم ودخلت ناس ثانيه مش وحشين برضه، ناس كويسه، ولكن ممكن ما يبقاش الفتره بتاعتهم افضل حاجه دلوقتي. فانت بتختار انسب وقت للعيبه بتاعتك، ان انت بتختار من بلد كامله، مش بتختار نادي نادي انا مفتوض عندي ارقام او لعيبه معينه. انما انت بتختار من بلد. يعني عندك اختيار واثنين معاك 20 اختيار. فتاخد الحاله الكويسه الوقت ده. الماتش اللي جاي بقى يا كابتن، الماتش اللي جاي ماتش منتخب غانا، بغض النظر عن النتيجه النهارده وبغض النظر على مستوى منتخب غانا النهارده او ايه اللي هيحصل، لكن مباراه مصر وغانا تبقى من المباريات او تظل دائما من المباريات الكلاسيكيه الكبيره، المباريات الصعبه الكبيره كمان، وانت لازم تكسب. انت ما عندكش يعني ما عندكش حل. غانا اتعادلت دلوقتي 1-1 اهو. سيبك من كده، الفرقتين جامدين جدا مبدئيا. يعني مش غانا بس، الفرقتين اقوياء. صح. انت هتلعب ماتشين جامدين اللي جايين، انت صح. اسهل ماتش خلاص راح منك. صح. انت فاهم؟ برافو عليك. برافو عليك. الاثنين اصعب والله. صح صح. صعبين جدا. صح صح. وهتعمل فيهم مجهود عالي جدا عشان تكسب. انت انما لو كسبت النهارده خلاص الموضوع بالنسبه لك. كنت ريحت نفسك. الله ينور. انما انت دخلت في حسبة فرقتين منظمين وبتوع كوره، انا بتفرج على اللقاء دلوقتي حاجه يعني رتم سريع ما والدنيا تمام. الدنيا تمام، وكل ما هتدخل الريتم هيعلى. الله طبعا. طب اللي جاي يا كابتن، انا دلوقتي النهارده الحد خلاص عندي 2 3 4 وبعدين هلعب ماتش الخميس. الماتش ده بالنسبه لي كمنتخب مصر هو الماتش الاهم في البطوله. يعني ده يا اما ما عندكش حل. طيب هتكسب؟ حل غير مكسب؟ لا ما عندكش رفاهيه اي حاجه ثانيه خلاص، ما فيش رفاهيات اي حاجه. طيب كيف يفكر فيتوريا؟ انت هتقول لي ما لا يفكر ازاي، ده من في اخر من ساعه ما الحكم صفر وهو بيفكر هيعمل ايه الماتش اللي جاي. يعني انا بشوف ان يعني كان يعني لازم يبقى في ناس متواجده لوجهه نظري. نص الملعب يبقى في مروان، ده مهم جدا، ياسر مهم جدا، ده وجهه نظري الاثنين دول مهمين. كهربا لازم يبقى له دور في بعض الاوقات. زيزو لعيب مهم جدا، ولكن انا بشوف انه مظلوم في طريقه اللعب برضه. انا مصر ولاعب كويس جدا، ولكن طريقه اللعب ممكن تكون بسيطه على فكره. هو لسه فيتوريا دلوقتي بيقولوا لي التصريحات اللي قالها تقريبا نفس يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله، ان هو بيقول انا مش هلاعب غير اللعيب اللي جاهز بدنيا الفتره اللي جايه. طيب ما عملتش ليه كده؟ مش فاهم. ما انا يعني ما هو يعني جاهز بدنيا، هترجع للاثنين اللي احنا قلنا عليهم. ما انا بقول لك يعني اكثر جاهزيه. ما انا مش فاهم يعني ايه، بس ماشي اوكي. اوكي. لان هو خلي بالك بس، عشان هو الاختيارات عموما في الاختيارات كلها هو اختار مش اكثر جاهزيه، هو اختار الناس اللي بيثق فيها او الناس اللي هو معاها موجودين معاه بقى لهم فتره. موجودين. يعني هو انا معايا وده يحترم برضه، ولكن مفيش مشكله. منتخب مصر مهمه جدا ان انت تاخد اللي جاهز او الناس اللي حالتها كويسه. صح. ده رايي. صح. مش الناس اللي انت بتثق بثق فيها وكل حاجه، ولكن اللي هيشيلك اللي واقف على رجليه النهارده. وحاسس يعني النهارده كاس عالم، ياسر عامل كاس عالم كويس جدا وراجع ومروان حاله فنيه هايله. حطهم تستفيد منهم. ما هتستنى لما هتستنى بقى لما الناس دي بتقل فتديهم ولا هتديهم دلوقتي؟ انت فاهم انا اقصد ايه؟ هي دي الفكره. وحاجه ثانيه، وبرده الفرقه دي لو داست في اللقاء ده الماتش برده يخلص سهل برده. ايوه ما هي دي. ما هو الماتش فعلا احسن وبرده. الماتش فعلا يخلص يا كابتن في اول نص ساعه على الاقل. بالظبط كده. يعني احنا بكلمك في ايه؟ الافضل برضو كان ايه؟ بالظبط كده. لو دول اكيد الهدف الثاني، والله العظيم انا قاعد اتفرج مش مصدق. ولا انا والله العظيم ولا انا. يعني عارف صعب مستفز. صعب ومستفز انت عارف. انت عارف الجول الاولاني منطقي بالنسبه لي تقديراته، انما الجول الثاني قاتل. لا الجول الثاني يا كابتن فيه كميه اخطاء واضحه وصعبه تتعمل من لعيبه منتخب مصر بصراحه. بس كده برافو عليك بصراحه. يعني ان انا ماشي الاولاني ممكن اوفر بتقديره، انا معاك، انما الثاني
كميه اخطاء رهيبه وفي نص الملعب الدنيا، وريتم الجري بطيء قوي يعني مش سهل. لا وريتم الجري وريتم حركه اللعب الكوره يا كابتن، بتقف في رجلي وانا واقف وحاجات دي، يروح نازل انا لو جريت معاه جري عادي هلحقه من غير ما انزل على الارض. بالمناسبه الفار لغى جون غانا، فالنتيجه 1-0 لكاب فيردي للراس الاخضر. خلي بالك الماتش ده هيولع يعني، الماتش مولع اساسا يعني، مش فاهم الدنيا عامله ازاي في الماتش ده، الدنيا والله نار يعني. اه والله ماتش انا بقول لك فريقين جامدين جدا الصراحه، واقفين عندهم حلول فرديه وبيشوطوا من بره يعني هيضايقوك يعني الفرقتين دول منتخب غانا ومنتخب. طيب انا لو انت كابتن رضا شحاته مدير فني منتخبنا الوطني للمباراه اللي جايه هتلاعب مين الماتش اللي جاي؟ مروان وامام والباقي زي مروان وامام وياسر. مروان وامام وياسر اه بدل حجازي ونني ومين؟ وزيزو. حمدي ولا زيزو؟ زيزو. زيزو اه اوكي، وتلعب بمصطفى ومرموش زي ما احنا فوق يعني. اه فوق يعني ما اختلفناش كتير يعني، تريزيجيه ما كانش في حالته اه، ولكن خلي بالك دايما الملعب بيميل ناحيه صلاح غصب عننا. اه بيروح هناك صح. انت فاهم بس هو كابتن انت صلاح شايفه ايه في هذه المباراه؟ لا صلاح مش افضل حالاته طبعا، احنا انت لما بس عمل برضه لما بص هقول لك حاجه، الجون اللي جابه ركله الجزاء توقيتها ووقتها صعب جدا، فبالتالي ماشي، لكن مثلا عمل 3-4 كرات لواحده لمصطفى لمحمد وواحده تانية لتريزيجيه، لو الكورتين دول دخلوا جون 3-0 الماتش خلص. تمام بس هل انا بتكلم على رتم لا الرتم لا 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 الرتم لا طبعا 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 الرتم لا لو صلاح النهارده ما يعمليش تروى راح اجيب جون تبقى كارثه، انت بتتكلم في اهم لعيب في العالم. اه انما رتم اللعب والحاله الدفاعيه والاهتمام والرغبه والاصرار بالنسبه لو قستهم بالنسبه لليفربول مش هو 10%. مش هو 10%. طيب نصايحك للمباراه اللي جايه يا كابتن رضا؟ ما عندكش حل غير المكسب، ولازم تنزل يعني اي فرقه انت خلاص الموضوع منتهي، فانت لازم تركز ولازم تسيب الميديا بقى وما تركزش مع اللي هيتقال، لان هيتقال كتير طبعا. ولكن لو عايزين تكسبوا، لو هم عندهم الرغبه يكسبوا، انا متاكد ان احنا عندنا لعبه كويسه جدا، عندنا حلول كويسه جدا جدا صحيح يعني. صحيح بس احنا محتاجين ان احنا يعني يبقى الرغبه موجوده، لان خلي بالك مهما كنت كويس ومهما كان عندك امكانيات بدون رغبه مفيش نتيجه، لازم رغبه، الرغبه تبقى موجوده والاصرار يبقى موجود، كل حاجه تبقى كويسه، احنا عندنا حلول هايله بره وجوه. بدون رغبة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، دي هذه الكلمة يجب أن نضعها أمام أعيننا خلال الفترة القادمة قبل المباراة اللي جاية، لأنه لو لعبنا بهذا الشكل اللي لعبنا بيه النهاردة يعني هيبقى عندنا مشاكل كتيرة جدا 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 أمام منتخب غانا. أنا بشكرك جدا يا كابتن رضا على كل هذه الأمور الفنية اللي حضرتك وضحتها لنا.